الفن المصري والغنى المصري حاله، يعني حاله كلها ابداع، واحنا الحقيقه بلد المغنى الحقيقي بجد في مصر. يعني الفنون المتنوعه، الرموز المتنوعه، الغنى، يعني سنين وسنين وسنين المعابد المصريه بتشهد بان احنا اهل المغنى بجد. فعلشان كده بنبقى دايما متعطشين لكل حاجه فيها ابداع. دار الأوبرا المصرية بتعقد مؤتمراً صحفياً الأربعاء المقبل بتكشف فيه تفاصيل عن أول حفلات مشروع 100 سنة غنى. الاسم مبدئياً حلو جداً، بحضور الفنان الكبير علي الحجار، وطبعاً الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا. وطبعاً الحفل ده مقرر انطلاقه على خشبة المسرح الكبير بإذن الله 14 فبراير. يعني إحنا بنتكلم عن جمال ورومانسية لعيد الحب بمشاركة عدد كبير من صناع الموسيقى. توزيع الأوركسترا الكبيرة وقيادة الأوركسترا هتكون للمايسترو هشام جبر. يعني إحنا كده بنتكلم عن حالة فنية غنائية ومشروع ضخم كبير. دكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية يطلعنا على مزيد من التفاصيل. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير على حضرتك أستاذة شفكي، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. يعني أول ما أسمع على كل الناس، أول ما أسمع اسم دكتور خالد داغر أعرف إن في فن كده هنتكلم فيه، وفي إبداع هيجي والمصريين عايزين يتبسطوا، وإحنا أهل المغنى ففرحونا بقى. يعني طبعا مصر من اوائل الدول في العالم، دي اول دوله في العالم من ايام الفراعنه، واحنا صحيح. عندنا الالات الموسيقيه، احنا مخترعين في كل حاجه، وكمان الفن المصري سابق من 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 الحان لموسيقى لشعر، يعني الفنون كلها اللي هي ليها علاقه بالغناء. عايز اقول لحضرتك ان دار الاوبرا المصريه بترحب وبتحتضن اي فكره، يعني تبقى مهمه او تبقى تطوير للفنون المصريه او اكتشاف او اعاده اكتشاف للروائع المصريه القديمه، ولا طبعا لانه للملحنين أكيد 100 سنة غنى. أنا عارفة إنه حلم ومشروع، وكان الفنان علي الحجار بيحلم بيه، وأكيد وجود حضرتك كمان هيضيف على هذا الحلم إبداع وإبداع. كلمني على المشروع نفسه، يعني خلينا نشرح كده للمشاهد، يعني إيه اللي بتقصدوه ب 100 سنة غنى؟ هنسمع إيه؟ هنشوف إيه؟ إيه اللي هيحصل؟ هو الحقيقة الفكرة بتاعت الفنان علي الحجار إن هو يرصد خلال المئة سنة الماضية تطور الألحان وتطور الموسيقى، بداية من سيد درويش ومرورا بقى بعبد الوهاب وبليغ حمدي والصنباطي ومحمد فوزي وكل الروائع، لأن الموسيقى في المئة سنة اختلفت كتير. أكيد أكيد، يعني كان كل مثلا 10-15 سنة يبقى في ملحن جديد كده له ستايل مختلف، فيبدا يبقى هو يعني اون سبوت، او يعني هو اللي تحت الاضواء. فبيخلق حاله من التطور للحن. فالحقيقه هو فكره الفنان علي الحجار ان هو يعيد يعني توزيع او تقديم هذه الالحان. طب هل هيتم بقى، يعني مثلا في حاجات لو بنتكلم من ايام سيد درويش او ابعد كمان، يعني هيبقى في تطويعها بقى الى توزيع مختلف، ولا هيبقى في شكل من الاشكال التقديم الحديث؟ اكيد طبعا، هو دلوقتي احنا عندنا الات مختلفه، عندنا عازفين على مستوى عالي جدا في جميع الالات، عندنا موزعين شباب الحقيقه جمال جدا، فكل دولت يعني بيساعدوا في ان احنا نقدم اللحن بصبغه مختلفه، يعني بنلبس اللحن كده الوان مختلفه، بس بنحتفظ بشكله الاساسي، وبتبقى حاجه بتتناسب مع الاصوات اللي خارجه من الاصوات الموسيقى اللي هي المعاصره.
دكتور خالد، 100 سنة غنى، هل هتبقى حفلة واحدة ولا هي سلسلة من الحفلات؟ يعني ده مشروع بيبدأ؟ هي الحقيقة سلسلة من الحفلات، وهي هتبقى كل حفلة هيبقى هناخد مؤلف من المؤلفين، وإن شاء الله أول حفلة هتبقى للعبقري عبد الوهاب، كلها ألحان عبد الوهاب، وطبعا بيشارك الفنان علي الحجار، الفنان الجميل العظيم محمد الحلو، وبعض الشباب من شباب دار الأوبرا، وإن شاء الله يبقى عرض يليق بالمئة سنة. أكيد أكيد، اللي هم يعني الحضارة، والله إحنا المئة سنة اللي فاتوا دولت دي حضارة في الموسيقى طبعا. إحنا لو قعدنا بس نجيب من قبل مئة سنة وبعد مئة سنة، إحنا مش هنلاقي أيام نقدم الفن بتاعنا. أنا شخصيا هبقى موجودة في الحفلة دي، ولكن كمشاهدة إن شاء الله. أكيد يعني كل التوفيق دايما، وبإذن الله نكون معاكم يعني خطوة بخطوة. أول ما تبدأ البروفات اسمح لنا بكاميرا التاسعة إن إحنا نكون بنصور الكواليس الحلوة دي بإذن الله، وعبد الوهاب، محمد الحلو، طبعا المشروع اللي طبعا كان بيحلم بيه الفنان علي الحجار. إن شاء الله نكون معاكم دايما في هذه الاحتفالية الكبيرة بإذن الله. إن شاء الله يا فندم، متشكر حضرتك. دكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، أشكرك شكرا جزيلا. والله صدقوني المصريين عشاق للفن، فكل ما نقدر نشوف أفكار حلوة، وكل ما نقدر نقدم أفكار حلوة، الناس الحقيقة كمان هتبقى يعني هتلاقوهم هم كمان ده يعني كده بيطبطب على الوجدان وبيريح الناس وجدانيا بشكل كبير. طيب نروح لخبر فني كبير، والخبر ده عايزة أقف عنده مرتين. المرة الأولانية إنه الحقيقة محقق نجاح كبير جدا جدا، فيلم رحلة 404، ده اسم الفيلم، بطولة النجمة منى زكي، والإخراج أيضا لهاني خليفة. منى زكي وهاني خليفة الاثنين مبدعين طبعا، والاثنين الحقيقة بقى في منهم كيمياء هايلة في أعمال كتير. التأليف لمحمد رجاء، والفيلم الحقيقة وصلت إيراداته في شباك التذاكر إلى 7 مليون جنيه، وده خلال أسبوع واحد من عرضه. أنا اللي بيخليني أبقى سعيدة ليه؟ إنه الفيلم الحقيقة بالنسبة لي فيلم جاد جدا، يعني موضوع جاد جدا وموضوع مش كوميدي. يعني دايما كنا بنشوف إن الأفلام الكوميدية على طول الشباك بيجري والناس بتروح، لكن يبدو وبرضه حطوها بين قوسين انه الناس بتحب كمان ان تتذوق الاعمال الجيده. ويمكن كمان اسم الفنانه منى زكي والمخرج كمان هاني خليفه بيخلي عند الناس مصداقيه وثقه انه في حاجه حلوه هنا هتحصل. ولما يكون فيلم جاد بيعمل هذه النتيجه يخلينا كمان مطمنين انه الجمهور الحقيقه واعي وعايز يتفرج على سينما حلوه. ده طبعا الشكل ده كانت السينما زمان بتقدمه، أفلام جادة كتير، ولكن إحنا عارفين أنه كان بقالنا فترة طويلة جدا هذه الأفلام يمكن لما بتبقى حتى موجودة وصنعها بيبذلوا مجهود، لكن ما بتحققش الإيرادات الكبيرة زي الأفلام طبعا بتاعة الأفلام الكوميدية. طيب الفيلم بقى قصته إيه؟ قصة الفيلم عن سيدة، السيدة دي اسمها غادة، وبتشتغل في التسويق العقاري، ده دور منى زكي، بتطلع سيدة بتشتغل تسويق العقاري، ومفروض إن هو بيلمح في الفيلم إنه ماضيها الشخصي يعني كان سيء بعض الشيء، وعلشان كده بتقرر إن هي تطهر نفسها وتروح تحج وتجمع فلوسها علشان تحج. بتحصل مفاجآت كتيرة جدا، وطبعا في رحلة الحج دي وإيه اللي بيحصل، هي دي تفاصيل كتيرة جدا موجودة في رحلة 404، المفروض اللي هي الرحلة اللي كانت هتقوم بيها الفنانة منى زكي. طيب اللي أنا بيساعدني كمان إن إحنا إذا لو أنا من صناع السينما، أول ما الاقي فيلم زي ده وصل للسينما وجاب الجمهور ده وجاب شباك التذاكر هذه الإيرادات الكبيرة، يخليني أنا كمان أطمن إن أنا أدور على الأعمال الجادة وأدور على الأعمال المهمة، لأنه صدقوني السينما المصرية كمان بتقدر تديك حاجات كتير جدا، ومش بس بتبقى موجودة في مصر، لا انت كمان السينما بتنتقل إلى العالم العربي كله والناس بتتابعها في كل مكان.
عجبني المشهد اللي منى بتغرق فيه، انا عجبني دماغ المؤلف اكيد، لانه اي عمل المهم فيه الورق، يعني ممكن يكون فيه مخرج عظيم، فيه فنانه عظيمه، ولكن لو الورق ضعيف يبقى ما فيش حاجه عظيمه، لكن فيه ورق قوي يبقى كل الناس عظيمه. المؤلف الاستاذ محمد رجاء، وهو طبعا مؤلف الفيلم. مساء الخير يا فندم. مساء النور حضرتك، اهلا وسهلا بك. يعني انا عاجبني اولا بدايه يعني موضوع الفيلم وقصه الفيلم والمشاهد كمان، حتى دلوقتي يمكن الناس اللي ما تابعتش الفيلم ولكن المشاهد كلها ممكن تشد الناس فعلا لهذا الفيلم. كلمنا عن الفيلم، وطبعا هل كنت تتوقع انت انه الفيلم يحقق هذه الايرادات؟ لا، هو انا في الحقيقه ما بحبش اتكلم عن الفيلم، يعني هو الفيلم موجود والفيلم يعني عموما انا ما بحبش اتكلم عن عمل انا بقى كتبته، تمام. بس هو انا عجبني جدا اللي حضرتك قلتيه عن فكره انه الناس كانت بقى لها فتره طويله محتاجه النوع ده من الافلام. يعني صحيح. انا لما جيت كتبت الفيلم ما كنتش يعني مستغرب قوي ان هو انه مش هيعجب الناس، يعني اعتقد كان عندي توقع ان ده هيحصل، يعني لانه احنا بقالنا سنين فعلا بنميل اكتر يا اما للفيلم الكوميدي يا اما للفيلم اللي مهتمين بالتكنيك اكتر، بالشكل اكتر، مش بالمحتوى نفسه. صحيح. يعني المخرج بيهتم اكتر بالصوره، بالتصوير، بانه يصور في اماكن جديده، بانه يعمل خدعه وحاجات يعني حاجات مبهره. صحيح. لكن المحتوى نفسه، المحتوى بقى والتقل اللي بيبقى في المحتوى ده كلنا متعطشين ليه صراحة. يعني عارف حضرتك لما كنا نقعد كده يجي مهرجانات ويدوروا على فيلم ينور في مهرجان، أو يدوروا على فيلم نوديه الأوسكار، أو يدوروا على فيلم، فده الواحد كان حقيقي بيزعل، لأنه مصر يعني مصر اللي هي ولادة بالموضوعات وبالأدباء وبالمفكرين وبالكتاب، ما يبقاش فيها فيلم يقدر يمثل مصر. فأنا ببقى سعيدة أنه تعود هذه الأعمال الحقيقة القوية تبقى موجودة. طيب أنا عايزة أسألك بس عن الفيلم، الحقيقة بيتناول موضوع ممكن نكون عايشين مع أصحابه، يعني بنشوف الشخصيات دي وعايشين معاها، ولكن أنا شايفة الإيقاع والتناول الحقيقة مختلف، وفي فكرة تشد جدا يعني. أيوة. يعني أنت تناولت الموضوع، هل الشخصيات دي من الواقع يعني، أو الشخصيات دي حقيقية؟ طبعا اكيد حقيقي. اكيد اكيد في لمحه من الشخصيات دي، فانا تعاملت مع بعض الشخصيات في الواقع يعني، بس طبعا انا ما بنقلش بالظبط نفس الحاجه. انا كان يهمني في البدايه من الاول انه ده صراع انساني، ده صراع نفسي وانساني، ما يخصش الشخصيه بس، يعني صحيح. اي بني ادم فينا عنده الصراع بين الصح والغلط. طب انا يعني انا مثلا كأنه حوار مع ضميره طول الوقت، هل انا بعمل الصح دلوقتي؟ هل انا بصحح المسار اللي انا ماشي فيه طول الوقت؟ فهل ربنا راضي عني دلوقتي؟ الصراع ده مش ما يخصش الحاله بتاعت البطله بتاعت غاده، لا بيخص بشكل عام. صح بالظبط، يلمس كل الناس، اي خطيئه، اي اختيار. عارف استاذ محمد انا عاجبني ايه؟ عاجبني فكره بان احنا احيانا يبقى الانسان عايز يتطهر ويغير من نفسه ويروح لسكه افضل، وهو نفسه يجاهد مع نفسه وينجح ويقرر زي ما غاده قررت انها خلاص هتطلع تحج، ولكن المجتمع لم يرحمها. يعني المجتمع لم يرحمها، يعني إذا ماضي الإنسان يفضل يلاحقه مجتمعيا يعني بشكل كبير يعني. بالظبط، لأنه إحنا أعتقد إنه فهمنا بقى ضيق شوية يعني مش رحب، مش واسع لفكرة التقبل الآخر، لفكرة الدين، يعني حتى المفاهيم الطبيعية التلقائية البسيطة بقت معقدة وما بقتش بسيطة، يعني ما بقتش كما هي، يعني كانه في محتاجين نقبل بعض اكتر، ومحتاجين نفهم الـ يعني نفهم البني ادم اكتر، نفهم احنا كنا بني ادمين اكتر يعني. صحيح. الابطال اللي موجودين في الفيلم، يعني منى زكي طبعا نجمه كبيره، وهذا النوع من الاعمال هي تجيد تقديم الاشياء الواقعيه جدا، هي بتتحدى نفسها، لكن ايه اللي انت كنت حريص انه منى تبقى قريبه فيه من غاده بطله الشخصيه؟
أنا أعتقد منى من أول يوم قرت فيه السكريبت وهي يعني حاسة بشيء قوي جدا يربطها بالشخصية، يعني قادرة تبص على الأبعاد بتاعها والهيستوري، وهي أوريدي يعني فنانة بتهتم بالأسئلة والتفاصيل اللي ما ظهرتش على الشاشة، يعني كنا بنقعد نتكلم مع بعض عن الهيستوري بتاع الشخصية دي حتى اللي إحنا ما شفناهوش وحتى اللي ما سمعناش عنه. ففي طريقة شغل كده بتجمعني أنا والمخرج هاني خليفة والفنانة منى زكي، إحنا تقريبا بنشتغل بنفس الطريقة وعلى أرضية واحدة، إن إحنا بنحاول نشوف أبعد حاجة حتى المشاهد في المشاهد البسيطة اللي موجودة في الفيلم مش هيشوفها. إحنا عندنا إجابات عن أسئلة أعتقد إذا اتطرحت أو إذا اتسألت هنكون اتناقشنا فيها قبل كده يعني. فدي طبيعه الفنانه منى زكي، واعتقد هي كانت انسب واحده انه طبعاً احنا نقعد نتكلم معاها في ده. الشخصيه اصلا مختلفه اصلا عن اختيارات منى في الوقت حتى اللي احنا عرضنا عليها الفيلم، لانه انا عرضت الفيلم على منى زكي سنه 2011 قبل ما تعمل بعد الوصايا. انا عارفه بالظبط بكتير كمان، قبلها بفتره طويله جدا يعني قبل ما تعمل مسلسل اسيا اصلا سنه 2013 كمان. فأوريدي كان الاختيار نفسه لمنى زكي هي كانت مرت بتجارب فنية أكتر خلال الفترة دي كلها. صحيح. فحتى وقت عرض الفيلم على الفنانة منى زكي كان الاختيار أغرب كمان من دلوقتي، لأنه هي أوريدي فتحت مساحات كبيرة وعملت شخصيات مهمة جدا طول السنين اللي فاتت، بس انا كنت يعني منبهر حقيقي باصرارها وتمسكها بالفيلم طول السنين دي. اكيد لانها كانت حاسه ان في شيء مختلف وخاص موجود في الفيلم يعني، واعتقد ان هو يعني الناس لمسته يعني لما جت اتفرجت على الفيلم. اعتقد كمان ان الجمهور كتير من اللي تابع البرومو بس قالوا منى زكي هتخلص حقها بقى مع طبعا يعني مع النجوم اللي اشتغلت معاهم في اعمال قبل كده، وما كانتش يعني طبعا من خلال القصص اللي عملتها قبل كده سواء فراج او محمد ممدوح، فقالوا دي هتخلص حقها يعني. فاذا برضو النجوم اشتاقوا ان هم يشوفوا منى زكي هتعمل ايه يعني في الفيلم ده. الحمد لله انا في الحقيقه مبسوط جدا من ردود الافعال ومن التركيبه اللي عندنا، يعني انا اعتقد ان ربنا ادانا الفرصه المناسبه ان احنا نطلع الفيلم باحسن شكل بافضل شكل. توقيت عرضه كمان، توقيت عرضه كمان استاذ محمد اعتقد توقيت عرضه مهم. انا اعتقد اهم انتصار للفيلم ده في الحقيقه انا بالنسبه لي انه الفيلم الكويس الجد اللي معتمد على بطوله نسائيه، ودي برضه حاجه مهمه جدا احنا مش متعودين عليها بقالنا فتره، يعني زمان كان عندنا الفيلم اللي بطوله فتح حمامه وسعاد حسني وشاديه ونبيل عبيد وناديه الجندي طبعا، ولكن الذكوريه غلبت على السينما فتره طويله برضه. صحيح بالظبط. الفيلم بطوله يعني الفيلم السينمائي دلوقتي بقى له اكثر من 25 سنه هو بطوله الرجل، ودايما الست بتكون مساعده، فكون انه فيلم ينزل في توقيت زي ده وبطوله نجمه ويكون موضوعه جاد وفي نفس الوقت ويحقق الايرادات دي كلها الإيرادات. والله يا استاذ محمد صدقوا فينا، بس انتوا صدقوا فينا واكتبوا وانتوا هتلاقوا يعني احلى شغل واحلى يعني مجهود، لانه انا متاكده انه الفنانات المصريات بالذات الشابات مبدعات، فبس نديهم الثقه كتاب يعني يبقى فيه تاليف حلو يبقى فيه سيناريو حلو اكيد ده هيبقى شيء. انا بشجعك جدا واعتقد ان انت ممكن حماس نجاح هذا الفيلم في التوقيت ده بالموضوع ده بالشباك ده يشجعك كمان على انك تشتغل في السكه الاجتماعيه اللي الناس مشتاقه ليها وموضوعاتها كتيره جدا. ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق كل الشكر كل النجاح بنرسله لفيلم 404 الى ان نلتقي هنا جميعا باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا المؤلف فيلم 404 محمد رجاء، اشكرك شكرا جزيلا.